مفيش خلاف عليك، انسى الفترة اللي فاتت، احنا في الفترة دي دلوقتي صح. هيقدم مردود كويس، هيلاقي نفسه موجود في الفرقة صح، ويبقى ليه دور كبير الفترة اللي جاية. فدي الكرة دلوقتي في ملعب صالح، ان شاء الله يجتهد ويشد حيله، وربنا بعت له مدرب يعني ممكن يكون هيبقى قريب منه، احنا حسينا يعني. هل شايف ان موسيماني قادر ان هو يحقق حلم الأهلاوية بالحصول على دوري ابطال افريقيا؟ هو بصراحة احنا عندنا طبعا ثقة وعندنا امل كبير في ربنا ثم في المدير الفني وفي لعيبه النادي الاهلي. هو عنده المقومات ان شاء الله باذن الله اللي يقدر يتغلب على الوداد في المباراتين. عنده يعني ايه مخزون كبير سابقا مع سان داونز، حقق اكتر من 10 بطولات، وعنده خبرات في البطولات الافريقيه، عنده مشاركات كبيره ضد الفرق شمال افريقيا، واتعامل معاهم في مباريات مهمه جدا ونهائيات، وكان بيتفوق في اغلبها. فالحته دي موجوده عنده، هيساعده على كده تيم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في افريقيا وشخصيه النادي الاهلي. ما برضو العوامل المحيطه بيه طبعا هتساعده، وهو كمان عنده فكر وعنده امكانيات كويسه جدا جدا، فدي بتبقى كويسه في صالح الاثنين، صالح فرقه النادي الاهلي وصالح المدرب. ممكن يكون عالي جدا والفرقه ما تساعدوش، لا الحمد لله فرقه النادي الاهلي تساعد اي مدرب، بدليل ان هي شفتي فتره فايلر خد اسم النادي الاهلي طبعاً. وخد دوري علي في السي في بتاعه. اي مدرب بيدرب النادي الاهلي بيبقى له سي في تاني خالص. خليني بس اسالك يا كابتن على مباراه بيراميدز بكره، مباراه مهمه جدا واخر مباراه قبل ماتش الوداد، وهل ممكن نقول ان هي بروفا اخيره لمباراه الوداد، بروفا الحقيقيه لمباراه الوداد؟ هو اكيد انا متفق مع حضرتك ان ممكن تكون بروفا اخيره من كل النواحي. بيراميدز فريق قوي جدا، اللعب مع بيراميدز هيفيدنا ان ممكن ينفذ حاجه معينه يأديها قدام الوداد، ياخد المباراه بجديه، لان فريق بيراميدز مش قليل، والنادي الاهلي من اول فرقه للتاني او لغايه اخر فريق الاهلي بيهتم بكل المباريات، بس دي جايه في ظرف زي ما بيقولوا ظرف طارئ، ان عندنا مباراه مصيريه، مباراتين مع الوداد. فالمباراه دي هما في ناس تقول لك ايه دي مباراه التتويج، هنتوج بالبطوله، احنا متوجين الحمد لله من قبل 5 6 اسابيع طبعا، وبفرق النقاط عن صاحب المركز الثاني طبعا لسه ما نعرفش.